بسم الله الرحمن الرحيم. البريبريشن اوف اسيتال ساليسيليك اسيد، هنا راح اشرح ثلاث ميكانيكيات لتحضير الاسيتال ساليسيليك اسيد اللي هو الاسبرين. هنا بالميكانيزم الاول نستخدم البيس البريدين، تمام؟ فاذا تلاحظون انه دائما البريدين يكون بي انشيرد الكترونز، حاله حال الكبريت، حاله حال الاكسجين، الكلور، الهيدات الى اخره. المهم فالانشيرد الكترونز هذه اللي موجوده على النيتروجين راح تسوي اتاك زين على الهيدروجين، زين تسوي له اليمينيشن without any electrons، فيطلع الهيدروجين كبروتون، تمام؟ يصير هنا عندي هيدروجين. اذا تلاحظون هنا، المهم السنجل بوند بين الاكسجين والهيدروجين راح يرجع على الاكسجين، فيصير الكترون دنسيتي على الاكسجين، وبالتالي يسوي اتاك على الكربون، كربونيل جروب اللي هي البارشيال بوزيتيف مثل ما احنا دائما نعرف، وبالتالي ايش يصير للكلور؟ يصير له اليمينيشن، وبالتالي الكلور يصير هنا اتاك ويا البريدين. المهم وبالتالي ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هذا اللي راح يصير، وهذا بوند راح يصير ويا الكربونيل جروب، زين، وبالتالي يغادر عندي هذا الكلور فيصير عندي اسيتايل ساليسيليك اسيد. هذه طبعا الميثود الاولى باستخدام البريدين. الميثود الثانيه اللي هي هذه الميكانيزم الثانيه. الميكانيزم الثانيه طلاب يستخدم بها اللي هي المعتمده اللي عندنا بشغلنا باللاب او بالبروسيجر. ايش راح يستخدم؟ يستخدم الانهيدريت، الاسيديك انهيدريت، يستخدم السولفوريك اسيد، ويستخدم طبعا الساليسيليك اسيد بطبيعه الحال. اول ما انضيف، هنا طبعا يجي سؤال انه انت شلون تضيف؟ زين يعني شلون تضيف؟ مثلا تقدر تضيف الاسيتيك انهيدريت تضيفه ومن ثم تضيف الساليسيليك اسيد وبعدين تضيف السولفوريك اسيد؟ لا طبعا، راح يصير ديجريديشن للانهيدريت. فلازم كخطوه اولى زين يضاف الاسيد سلفوريك اسيد ويا الانهيدريت الاسيديك انهيدريت. ليش؟ شو راح يصير؟ من نضيف الاسيديك انهيدريت نضيف له سلفوريك اسيد، الانشيرد الكترونز اللي موجوده على الاكسجين تمام طبعا راح يصير اتاك على البروتون اللي هو موجود بالسلفوريك اسيد، تمام؟ فيصير عندي هذا الاو اتش. بما انه ما نعرف انه الفالنسي مال الاو 2 مترها من 3 فتنكسر هذه الدبل بوند، تصير سنجل بوند على مود يتعود البوزيتيف تشارج على الاكسجين، فهو هذا الاوكسونيوم ايون، وبالتالي يصير عندي هذا طبعا الكارب طبعا هذا الكمباوند اللي هو الكاتيون. هذا الكاتيون اكيد حتعرفون انه الفالنسي مال الكربون هو 4، زين، فهنا لا تشوفون عندي 3 والكربون هنا without any electrons، فبالتالي راح يصير اتاك مباشرة من الساليسيليك اسيد انشر الالكترونز على هذا طبعا هذه اللي احنا نسميها ثغرة حتى تعوض هذا النقص، وبالتالي يصير عندي بوند هنا جديد، فيصير عندي هذا تمام او هذا طبعا الانترميديت. هنا تلاحظون عندي اربع خطوات بهذا الانترميديت، زين. الاول طبعا هنا اذا تقدرون تكتبون هنا واحد، الهيدروجين يغادر without any electron، يغادر كبروتون، السنجل بوند هذه اللي هي البوند حتنكسر ترجع على الاكسجين فتعوض النقص، هذه الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه هنا طبعا الهيدروجين كذلك راح يغادر زين كبروتون، البوند هذه هنا راح ترجع تصير شنو؟ تصير دبل بوند. من ترجع دبل بوند هنا اذا تشوفون فيصير البالنسي 5 فتنكسر هذه الاصله من هنا، تمام؟ ليش تنكسر هذه الاصله؟ ليش ما تنكسر هذه من هنا؟ ليش ما هي مثلا يصير لها اليمينيشن للمثل من هنا ما يصير اليمينيشن لهذه المجموعه كلها اللي هي الاسيتايل من هنا؟ ليش؟ لانه طبعا الجواب بسيط، انه لانه هذه بيها فد مشكله ستيريك افكت، وهي طبعا السي او اتش
زين، وعندي ويا الاكسجين ويا الالكترودنسيتي الموجوده وياه ويا الالكترودنسيتي الموجوده منها والاروماتيك سيستم الموجود منها، فهذه حتكون كلش كلش انستيبل. فاي حركه من تنكسر هذه البوند تصير دبل بوند، فبالتالي مباشره راح تنكسر هذه منها، ما تنكسر هذه، تمام؟ فبالتالي يصير عندي الاسيتايل سالسوليك اسيد. طبعا الميكانيزم الاخيره اللي هي او الثانيه بالنسبه للاستيكان هايدريد، الاستيكان هايدريد داخل الميكانيزم كان عندي هذه الاحتماليه اللايكلي هود اللي هنا، انه الدبل بوند سوى اتاك على الهيدروجين، الدبل بوند اللي موجود على الاكسجين. بالميكانيزم الثانيه لا، الدبل انشر الكترون اللي موجود على هذا الاكسجين يسوي اتاك على الهيدروجين، مو هذا، تمام؟ تمام؟ هنا الانشر الكترون اللي موجود على الاكسجين هذا راح يسوي اتاك على البروتون اللي اجانا من السلفوريك اسيد، وبالتالي يصير عندي ايش؟ يصير عندي هذا الاكسونيوم ايون. اذا تلاحظون انه هنا راح يصير عندي هيدروجين، هنا راح يصير عندي هيدروجين، تمام؟ فشو راح يصير عندي؟ تدرون الفالنسي مال ايش؟ مال الاكسجين هي 2 ما تتحمل 3، ما تتحمل 3 بوندز. فاكيد راح ينكسر لو هذا لو هذا، بالتالي طبعا ميرور هذا اللي هذا ميرور، فراح تنكسر واحده من عندهم حتى تعوض النقص، فهذا يطلع without any electrons، وهذا البوند يعوض البوزيتيف تشارج حتى يصير ستيبل، تمام؟ فصار عندي هذا سي اتش 3، طبعا هذه من حتى تطلع حيث سي اتش 3 سي دول بوند او او اتش، فيكون الاسيتيك اسيد كلش ستيبل وموجود بالسوليوشن. فيصير عندي هذا البوزيتيف تشارج هنا، زين؟ وبالتالي طبعا ايش راح يصير عندي بالتالي؟ راح يصير عندي هذا الهيدروجين يغادر، تمام؟ وهذا السنجل بوند راح يرجع على الاكسجين، فيصير ايش؟ يصير الكترو تشارج، زين؟ او الكترو دنسيتي الموجوده، الكترو دنسيتي هذه الموجوده على الاكسجين راح تسوي اتاك على البوزيتيف تشارج للكربون، كربون الجروب هنا مو بارشيال انما هو بوزيتيف تشارج، مو بارشيال بوزيتيف تشارج، فيسوي اتاك عليه، وبالتالي يصير عندي ارتباط مباشر، فيصير عندي بايندينج، ويكون عندي الاسيتايل سالسوليك اسيد، الاسيد اللي هو الاسبرين. وهذه البروسيجر.